هو بشرى بشرى Thank you.
الاسم ديالي ريم طوجني وانا مشاركه من مدينه اسفي، رئيسه النادي الملكي للدرجه الناريه فرع اسفي. انا اصغر مشاركه في هذا الطواف الدولي ديال المسيره الخضراء. الطواف ديالنا بدا من مدينه الرباط، واليوم حنا كنتواجدوا في مدينه وجده. والطواف ديالنا المسيره الخضراء اللي غادي يمر من مجموعه ديال المدن اللي شمالا شرقا وجنوبا وصولا الى مدينه القرقارات. ونتمنى ان نمثلوا المغرب في هذا الطواف وندخلوا الذكرى ديال المسيره الخضراء كاحسن تخليد واحسن ذكرى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محمد النقادي رئيس النادي الملكي للدراجات الناريه فرع وجده، بهذه المناسبه وهذا اليوم العظيم الاحتفال بالمسيره الخضراء المضفرة إن شاء الله، اللي كتعرف هذه السنة واحد الميزة خاصة، وهو أنه سيكون طواف على ربوع الوطن ديال المملكة اللي كيرمط ما بين شماله وشرقه وجنوبه وغربه. هذا الطواف هذا عرف الانطلاقة من مدينة الرباط مرورا بمدينة طنجة، كذلك مدينة الحسيمة، وحل اليوم بمدينة وجدة عاصمة المغرب الشرقي، إن شاء الله في انتظار استمرار المسيرة نحو الجنوب إن شاء الله إلى غاية القرقارات. وقد عهد النادي الملكي للدراجات النارية على هذه السنة الحميدة التي يحييها كل سنة للاحتفال باسترجاع الصحراء المغربية إن شاء الله. وكيأكد النادي الملكي للدراجات النارية تشبثه بربوع العرش الملكي وكذلك بكل التراب الوطني، وكذلك نجدد الترحاب سكان مدينة وجدة يرحبون بكل هذه الأطياف القادمة من كل ربوع الوطن وكذلك من خارج الوطن. كذلك عرفنا هذا العام واحد مشاركة مميزة لوفد النادي الملكي الذي قادم من أورلاندو، كذلك من باريس، وعندنا مشاركين من السعودية. إذن هذه الصبغة صبغة دولية، وشكرا.